أرشد صالح. سيد أرشد، أهلا بك معنا من جديد. استمعت إلى ما جاء على لسان محافظ كركوك يقول بأنه انتصار كبير لكركوك بعد التصويت بالموافقة. أنتم يعني كتركمان أينكم من هذه القرارات التي تخرج وتقرر مصير المحافظة؟ أولا هي ليست انتصار، إذا كانت انتصار فالانتصار يكون لمكون ضد مكون آخر، لأن الانتصار دائما فيه رابح وفيه خاسر. فإذا كان يعتبر نفسه والمكون الكردي الرابح ويعتبر التركمان والعرب خاسرين، فهذا ليس بمحافظ كركوك، وإنما يريد إشعال فتنة في كركوك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا أسأل المحافظ، هل هناك إجماع كردي في هذا الأمر؟ ألم يقوم المحافظ بمنع قنوات إعلامية مثل NRT العربي والكردي، بمنعهم وممارساتهم والتسلط عليهم، وكذلك عدم السماح لهم بالعمل بحرية من قبل الإعلام في كركوك؟ ثم أنا أؤكد على نقطة أخرى، هل يقبل حركة التغيير هذه القضية، قضية الاستفتاء؟ أولا أنا أدعو المحافظ أن يكون محافظ لأهل كركوك، وأن لا يقوم بهذه الأعمال للتغطية على الفساد الإداري والمالي الذي هو يعلم بأنه قد فتحت وستفتح أكثر من هذا. ولكن أنا مقهور حقيقة على الشعب الكردي، على إخوتي الكرد في كركوك ومناطق الإقليم، لأن هذا الأمر هي نقل الأزمة الموجودة في المحافظات الثلاثة إلى كركوك، وهي المرحلة الخطيرة من إنهاء ملف داعش في العراق، وهي ملف تفتيت العراق تحت هذه الحجج. فأنا أدعو المحافظ أن يكون محافظا لكركوك، لكل القوميات ولكل المكونات. سيد أرشد، يعني لماذا تشخصنون القضية بنجم الدين كريم وكأن القضية متعلقة بنجم الدين كريم؟ نجم الدين كريم قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، يعني مثل هكذا قرارات من كيفه الرجال؟ هناك حزب يتبعه، هناك قيادة كردية في أربيل، حكومة إقليم كردستان أيضا، يعني لماذا تشخصنون القضية بنجم الدين كريم كأنما هو اللي أسس الموضوع هذا كله؟ شخصنة الموضوع وإنما تعدد الآراء. أنا شخصيا لا أعلم، كممثل عن القومية التركمانية، لا أعلم مع أي جهة أتفق في الحوار مع الكرد. هل أتفق مع حكومة أربيل أم أتفق مع حكومة السليمانية التي فيها عدة أجنحة داخل الحزب الواحد، أم أذهب للاتفاق مع حركة التغيير أم مع الجماعة؟ نحن اليوم التركمان موحدون بقرار واحد، كل الأحزاب والقوى السياسية التركمانية مجتمعة بعد عقدهم المؤتمر التركماني الأخير، لدينا استراتيجية واضحة. ولكنني لم أفهم رأياً موحداً من الجانب الكردي بخصوص قضية العلم والاستفتاء. ومن ثم وإن وجد رأي فإن هذه القضية قضية قومية، وإن اختلفوا عليها لكنهم يقولوها في الإعلام، نعم إنهم سيبقون يؤيدون إجراءات المحافظ الشخصية. ومرة أخرى أنا أقول، هنالك مثقفين كرد، هنالك رجال دين كرد، هنالك عشائر كرد، هنالك الكثير من الشخصيات يرفضون هذه الإجراءات ويعلمون بأنها هي فعلا دق الإسفين في المنطقة، ويريدون إشعال فتنة لا تحمد عقباها. طيب سيد أرشد، يعني هل هذا العمل هو دستوري كما يقول يعني أو تقول كتلة التآخي الكردية بأنه يحق لثلث الأعضاء بأن يطالبوا بالانضمام إلى الأقليم؟ هل تقول بأنه دستوري أم لا، وهم يعتمدون على القانون رقم 13 من الفصل الثاني في الدستور؟ القرار ليس دستوري ولا قانوني، والدليل واضح. الدستور في المادة 143 حدد خارطة محافظات الإقليم بأربيل والسليمانية ودهوك، واعتبرت كركوك والمناطق التركمانية أو المناطق الأخرى هي خارج حدود الإقليم،
لكن اليوم الإجراء الذي يقوم به محافظ كركوك هي التمدد على هذه المناطق، وهي خلاف دستوري وخلاف قانوني واضح. والقضية أبعد من هذا، فيها بعد سياسي آخر، وهي الافتقاد إلى أسلوب التوافق الوطني. أنا أؤكد، كنا قبل أسبوع حاورنا مع الجانب الكردي في مجلس النواب العراقي لكي نخرج بنتيجة توافقية بخصوص قانون انتخابات كركوك، وأن الأخوة الكرد أكدوا لنا بأنهم في حال تمريرهم القانون فإنهم سيخرجون إلى خارج القاعة، عندها لا يصوتون. واحتراما نحن للأخوة الكرد قلنا يجب أن نعدل المواد القانونية لكي نخرج بتوافق بخصوص انتخابات كركوك. اليوم الأخوة الكرد مرة أخرى ضربوا بعرض الحائط الشراكة الوطنية كنا قد اتفقنا عليه في إدارة ملف كركوك الخاص، وبذلك قرروا من جانبهم واحد مثل ما قرروا في قضية العلم والتي رفضتها القضاء الإداري. طب الكرد ضربوا بعرض الحائط، سيد أرشد، الكرد ضربوا بعرض الحائط اتفاق الشراكة. قبل قليل السيد محمد ناجي رئيس كتلة بدر النيابية، منظمة بدر تحذر من حرب، الجبهة التركمانية هل تحذر من حرب في حال استمرار هذا الأمر في كركوك؟ هل ستشحذون سيوفكم استعدادا للحرب؟ هل لديكم استعداد لأن تقاتلوا من أجل هذا الأمر مثلا؟ حتما، قناة الشرقية كانت السباقة في إطلاق تصريحي عندما وجهت نداء إلى الحكومة العراقية، وقلت بأنني أرى بأن هنالك نار توقد في كركوك مثلما أوقدت هذا النار عام 59 من قبل بعض الفوضويين الخارجين عن القانون وقتها. ولذلك قلت للوزارات ذات العلاقة من الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والأمن الوطني، هنالك فتنة يشعلها البعض في كركوك. نعم، هذا الأمر تؤدي إلى صراع، ولكن المحافظ يقول لا يوجد صراع يحصل بين المكونات، ليعلم المحافظ. لا، سؤالي سيد أرشد، أنتم التركمان، الجبهة التركمانية تحديدا، هل لديكم استعداد للخوض في حرب؟ يعني أستاذ أحمد، إذا الأخوة الكرد يملكون البيشمركة والآخرين لا يملكون، فما الذي سيفعلون به؟ نحن سنلجأ إلى الأساليب الديمقراطية الشرعية أولا، وإذا غلقت الأبواب أمامنا وإذا أصبح القرار قرار احتلال من قبل المحافظ، مستقبل كركوك احتلت من قبل المحافظ، عندها سيكون لنا جواب آخر. نتمنى من الأخوة في القيادة الكردية أن يعلموا بأن المحافظ يسوق الكرد إلى محرقة لن ينجو منها أحد. نعم، سوف لن تبقى الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول، ولكن إذا بقى الحكومة أيضا عاجزة عن تقديم الحلول، لدينا نحن حل آخر. نتمنى أن تكون الحكومة هذه المرة جادة في فرض سلطة هيبة الدولة العراقية في كركوك. لحد الآن نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر سيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.